السادة منخرطين وأعضاء المكتب المحلي، في الحقيقة العمل الاجتماعي هو عمل قبل أن يكون اجتماعيا أو أن يكون لمصلحة الأشخاص والارتقاء بمستواهم وبضروراتهم وتوفيرها، هو أصلا تعايش، هو تناغم، وهو أيضا برنامج عمل واضح المعالم مبني على أسس مصداقية والمكاشفة والصعود درجة بدرجة قصد الارتقاء بالعمل الاجتماعي. ومرحبا بكم في تالوذات. سادة الحضور من نجيب الجبل العام، الحضور الكريم، أعرض أمامكم التقرير الأدبي للفترة الممتدة من مايو 2015 إلى يوليو 2022. وقد بوّدتها إلى مجموعة من الأبواب، هي التواصل، دورات تكوينية، المشاركة في الجموع العامة، الشراكات والتعاقدات. 93,785 درهم، يعني 29 مليون هو الرصيد اللي كان في نهاية المكتب الماضي. لكن اللي بغيت نشير ليه واللي هو مهم هو رأس المال ديال المؤسسة. هذا رأس المال بالنسبة لنا حنايا ماشي كجمعية، حنا مؤسسة اللي هي تعتمد على التقوية ديال رأس المال ديالها بحال الشركة بحال الأبنك، لأن مؤسسة ولا عندها دروب مركب ديال القصبة ولا عندها مقهى التضامن، هذا كيرفع عليك في القيمة ديال رأس المال ديالك كمؤسسة. رأس المال في مايو 2015 كان هو 786,942 درهم. عبد الحق المامون، الكاتب الوطني لمؤسسات الأعمال الاجتماعية للتعليم. أولا كنشكر الإخوان ديالي اللي عطاوني هذه الفرصة باش نتكلم على مؤسسات الأعمال الاجتماعية للتعليم فرع تالودانت. وطبعا كما لاحظتوا أنني حاولت أنني نجي ونحضر من الرباط، نحضر مع إخواني الجمع العام لتجديد الفرع. وبالتالي هذا الفرع هذا كما تعلمون عنده واحد إمكانيات كبيرة باش يمكن له يطور العمل الاجتماعي في هذا الإقليم الشاسع، وهذا هو إن شاء الله اللي غنعملوا عليه في الفرع في المكتب الجديد باش نطوروا العمل الاجتماعي، وباش تكون بالنسبة لأن الإقليم كبير بزاف ونساء ورجال التعليم كينتظروا انتظارات كثيرة. فبالتالي نحن ان شاء الله من بعد ما يتكون المكتب غنعملوا باش تكون واحد الاقامه اما هنا ولا في ولا التيمه باش النساء ورجال التعليم ديال الاقليم يبقاو يجيو ويحضروا ليها. وكنشكركم مره اخرى لاننا بصدد اتخاذ مكتب حسب فصل 32-33 من القانون الاساسي من اجل هذا الشعار الخدمه الاجتماعيه، والتي صراحة لم نراها ولم نحس بها ولم نعيشها. السلام عليكم، معكم سلمي عبد الله، مندوب ديال مؤسسه مندوب عن مدرسه رودانا. حضرت اليوم الجمع العام ديال انتداب المكتب ديال الفرع الاقليمي ديال مؤسسه العمل الاجتماعيه ديال تارودانت اللي مر في اجواء جد عاديه، حيث كانوا كلمات ديال المكتب الوطني والمديريه الاقليميه، ثم تم قراءه التقريرين المالي والادبي اللي امام الحضور الكريم ديال المنتدبين. هاد الانتخابات اللي عرفت اجواء جيده، المهم قرون جيده وصافي، المهم ماشي مشكل. كنتمنى من المكتب الجديد انه ينجح في المهام ديالو الجديده ويسعى للارتقاء لخدمات اجتماعيه وترفيهية وريادية لفائدة نساء ورجال التعليم بالإقليم. اللجنة التي ستقوم بانتخاب أعضاء المكتب وإسناد المهام ديالهم شكلت اللجنة ومشات مع الإخوان تما، وكانت النتائج باش ما نطولش عليكم. الكاتب العام هو السي عباس المدن، النائب ديالو هو السي عبد الجليل بدريش،
رشيد فنان أمين المال، سي إبراهيم وحميدة نائب ديال الأمين المال. الإخوة الباقون هما مستشارون سعيد بكريم، مراد حفصي، عبد الرزاق كلو، نور الدين السعيدي، وخالد الحلاوة. هذو هما الأعضاء ديالنا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا نتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء المكتب الوطني الذين شرفونا في هذا الجمع العام. نشكر كذلك السيد المدير الإقليمي لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتارودان عن الرئيس الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية. نشكر كذلك المناديب الذي حضروا معنا في هذا اللقاء. نشكرهم كذلك على وضعهم الثقة في شخصنا لتحمل مسؤولية الكاتب العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفق جميع أعضاء المكتب هذا الجمع العام. مداخلاتهم يعني واقتراحاتهم ستكون يعني كخارطة الطريق لهذا المكتب إن شاء الله لتحقيق مجموعة يعني من الطموحات التي ستكون لخدمة لنساء ورجال التعليم. والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.